بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم كجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أطلقنا فتح باب الترشيح للدورة الثالثة لجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر كجائزة محلية تستقبل طلبات المزارعين في دولة الإمارات بشكل عام للترشيح لفئات الجائزة. في أجل جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر حقيقة حققت الجائزة في دورتها الأولى والثانية نجاحات كبيرة وأثرت يعني على زيادة اهتمام المزارعين بمزارعهم ومنتجهم، ونتوقع إن شاء الله في هذا العام أن تكون المشاركة أكبر والتنافسية أكثر من المزارعين، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع المزارعين في دولة الإمارات بالفوز بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في السنة القادمة بإذن الله. تنافس في الدورة الثانية العام الماضي للجائزة نحو 38 مزرعة، وهي نخبة المزارع التي حققت أعلى إنتاجية وجودة في تمورهم خلال عام 2018. نتوقع إن شاء الله أن تكون المشاركة أوسع في هذا العام بإذن الله.